مرحبا فيكم مشاهدين، نرحب فيكم حلقة جديدة من برنامج مسج. اليوم يمكن من أمتع الحلقات اللي بنتكلم فيها حلقات الهرمون، وشون الجسم يستجيب حق نظام الهرمونات الموجودة في الجسم. فبنتكلم أول شيء عن نظام الجنرال أدابتيشن سيندروم. ليش؟ لأن احنا بنتكلم عن نظام الهرمونات، قاعد نتكلم عن تأقلم الجسم على ذي النظام، قاعد نتكلم عن شون الجسم يسوي أدابتيشن. وعشان جسم يسوي أدابتيشن على موضوع الهرمونات يمر في مراحل. أول شيء لازم نعرف إن السيستم دي اللي إحنا بنتكلم عنه سيستم يا إنه يسوي بلوك حق الشغلة اللي سويته خلاص يوقفك، يقولك أنت لازم توقف، أو إنه يخليك تتأقلم على الشغلة اللي أنت قاعد تسويها. الخطوة الثانية هو اللي يوزع نظام الانرجي برودكشن. تتذكرون إحنا تكلمنا في الحلقات السابقة عن فوسفوجين جلايكوليسيس سيستم أوكسيديتيف سيستم. هذه الأشياء شو اللي يتحكم فيها؟ نظام الهرمونات اللي يتحكم فيها هو اللي صلح التلف والإرهاق والمصل فتيق الموجود والريبيرينج الموجود في العضلات اللي صار عندي. إذن الحين إحنا قاعد نتخربط لأن مو بعارفين بالضبط النظام شنو صاير. الجسم قبل ما يمر في مرحلة الهرمونات اللي نتكلم عنها، إحنا تكلمنا أول شيء عن الجسم بشكل عام، العظام، المفاصل، الأربطة. عقب تكلمنا عن الشرايين والأوردة داخل وضربات القلب وغيرها. عقب تكلمنا عن توزيع مصادر الطاقة في الجسم. إذن شو اللي يوزع، شو اللي ينقلني من دي المرحلة دي المرحلة؟ الهرمونات كأنه الشخص المسؤول في نظام الأغاني على سبيل المثال. الحين إذا أنت عندك أغنية تحتاج موزع حق ذي الأغاني، تحتاج شخص يربط بين ذي الأغنية بين ذي الأغنية، أو مثلا تحتاج كأنك عندك فرق قدم حاط له مدرب يربط بين الوسط والهجوم، مثلا كأنه لاعب نص على سبيل المثال يربط بين الوسط والهجوم. هو هاي الهرمونات بشكل عام اللي تربط السيستمات كلها مع بعض وفي النهاية تعطي المحصلة اللي نقوم بيها. زين، نظام الأدابتيشن سيندروم، النظام ذي يمشي في مراحل أسبوعية. فمن أول أسبوعين ليه ثالث أسبوع أنت في مرحلة الشوك فيز، الجسم ليه مصدوم؟ ليش ساعات مثلا شخص يقولك زين كم ممكن ينزل وزني في أسبوع؟ ليش ما تقدر تجاوبه؟ لأن أنت ليه مرحلة الشوك فيز، أنت ليه جسمك مصدوم مو عارف يتصرف. غالبا من 14 لثلاثة أسابيع عقب جسمك يبتدي يمر في مرحلة ثانية احنا نسمي ذي المرحلة الأدابتيشن، التأقلم، تعود، خلاص صدمته وايد، من كثر ما صدمته تعود، كأنه من كثر ما طقيته تعود، خلاص صار ما عنده مشكلة الحين. ذي المرحلة غالبا تتم لستة أسابيع أو خمس أسابيع، يعني ما تطول أكثر من شهرين. ذي المرحلة اللي هي الأدابتيشن. عقب مر في مرحلة ثانية اللي هي مرحلة الإرهاق، يعني مرحلة التعب احنا نسميها. ذي مرحلة التعب المرحلة الثالثة هي أنا أشوفها من وجهة نظري أفضل وأخطر مرحلة. ليش أفضل أخطر مرحلة؟ أفضل نتائج بتحصلها في ذي المرحلة، أفضل كتلة عضلية في ذي المرحلة، أفضل مستوى بدني في ذي المرحلة. بس شنو مشكلاتها؟ معرض فيها حق الإنجري في أي لحظة، لأن أنت وصلت لمرحلة أن أنت خلاص جسمك الحين صار في يعني وصل حق ذي، فبروح تضغط يتعود الجسم، خلاص متعود على الضغط متعود على الضغط متعود على الضغط، ليه مرحلة واحد يعني مرة واحدة الجسم خلاص يوقف، يعني يضطر انه هو يسوي بلوك نفس ما ذكرنا في بداية الحلقة استيميليتد، او اللي يسوي عندي انهبت اللي هو بلوك حق السيستم اللي انت فيه. فذي المرحلة الاخيرة خاصة ما بعد الاسبوع السادس لازم تحاسب فيها، يتسوي يعني ريكفري ازيد، تحاول شده التمرين ما ترفعها مره واحده، الجسم ما عنده مشكله خلاص في تاقلم فبيروح اكثر. واذا نتكلم عن نظام الهرمونات ايضا، فاحنا قاعد نتكلم عن موضوع السيلز. يعني رحمه الله عليه دكتور علي اتذكر سالته مره عن موضوع السيلز في علاقه استجابه حق جهاز الهرموني. ف يعني من الاشياء اللي قال لي كل مرة أنت تروح الجيم أنت قاعد تخلي استيميليت حق السيلز، قاعد تغير السيلز الموجود عندك، قاعد تغير الخلايا الموجودة عندك. فليش دي تم في مخي؟ لأن فعلا الهرمونات هي تحريك للسيلز عن طريق ريسبتورز، عن طريق مستقبلات. فأنت من غير السيلز أصلا الموجود في الجسم ما راح تقدر تسوي ولا شيء، ما راح يصير في تأقلم، ما راح يصير في عندك تطور، ما راح توصل حتى حق الأسبوع اللي ذكرناه مرحلة التأقلم ولا مرحلة
اللي احنا ذكرناها بعد سابقا، الشوك فيز، الادابتيشن فيز، ما بتوصل من غير السيلز. فانت كل مره تروح الجيم ترى قاعد تغير الخلايا الموجوده عندك. هذه الاشياء كلها شو اللي تحكم فيها؟ ايضا الاندوكراين سيستم. الحين انا عارف اني وايد قاعد اخربطكم، بس احنا قاعد ننتقل من جزء الى جزء الى جزء الى جزء، وبعد الحلقه الجايه بعد بيكون عندي جزء جديد. بس لازم نحاول نركز في ذي الاجزاء، لان هذه المعلومات اللي قاعد اذكرها لكم الحين ما بتلقونها في اي كتب علميه بتقرونها. وايد صعب ان احنا نجمعها كلها مع بعض ونقولها في موضوع بسيط. فلما نتكلم عن الاندوكراين سيستم، فاحنا قاعد نتكلم عن توزيع الغدد في الجسم اللي هي مسؤوله عن الكابتن اللي ذكرناه، تحريك الهرمونات. من غير الخلايا، من غير الغدد ما راح الجسم يقدر يتحرك او ما راح الجسم يقدر يشتغل. إذن حن الغدد في الجسم، كم غدة عندي؟ أول شيء عندي المدير اللي هو البيتشيتري جلاند اللي هو المسؤول عن كل خط وصل في الجسم. عقب عندي مساعد المدير اللي هو الثايرويد والباراثايرويد ينبع. عقب انتقل حق جزئية البطن، عندي السفلى بيكون عندي هرمون الأدرينالين، وبيكون عندي هرمون أو مسامحة بتكون عندي الغدد الأدرينالين، وبتكون عندي غدة البنكرياس. بالنسبة حق الذكر بيكون عنده التستيز، وبالنسبة حق الأنثى في الجزء السفلي بيكون الأوفريس عندهم. فالذكر ما عنده الأوفريس والأنثى ما عندها التستيز. هذا اللي يختلف في موضوع الذكر عن الأنثى في توزيع الغدد في الجسم. طبعا كل غدة مسؤولة عن شغلة، بنذكرهم إن شاء الله لكم في حلقات الجاية. وخلكم على متابعة إن شاء الله، ونشوفكم على خير. مع السلامة.